السلام عليكم، السلام عليكم. السلام، شلونك يا شيخ أمير؟ يا أهلا ومرحبا. معك أحمد من سوريا، يا أهلا وسهلا. طالب شريعة بجامعة دمشق. طالب شريعة في دمشق. طالب شريعة في جامعة دمشق. يا أهلا بك، أهلا ومرحبا. سني موحد. سني موحد. طيب أخفض صوت الشاشة لو سمحت. أخفض صوت الشاشة، أخفض صوت الشاشة. أخفض. جيد، في أي رواية تحب تناقش؟ سالم سبلان. سالم سبلان، هلا بيك أنت وسالم، تفضل. قبل ما نبدأ بالرواية، أنا بسمع بعض مشايخ أهل السنة بيسلموا على النبي بطريقة خاطئة، فحابب بس أوضح لإخواني أهل السنة نحن كيف تعلمنا الصلاة على النبي محمد. أو بتحب نبلش دغري بالرواية؟ أنت تتكلم معي؟ إيه أتكلم معك. وأنت قلت توجه الكلام إلى إخواننا السنة، أنا مو من عندهم. إيه أمال أنا إخواني، لأنه أنت تشوفها بالطريقة بتتمسخر بس على إخواننا. أري مو أنت قلت توجه لهم خطاب فتكلم، أنا ليش منتظرني أتكلم؟ أنا مو من عندهم، أنا مو من إخوانك السنة. لا أنا خفت يكون انقطع الاتصال، فبسمعك إذا موجود. لا أنا ساكت بس ما أقدر أتدخل، لأن يعني الكلام إلى أخوانك السنة. ولا يهمك. يقول الله في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسئل النبي كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت، وارض اللهم عن أصحابه. وارض اللهم عن أصحابه، هاي من وين؟ هاي من وين هاي؟ هكذا تعلمت أنا. هاي وين هاي؟ أك موجود بها دليل؟ هاي ما موجودة. الموجود قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وارضى عن أصحابه. هاي شلون دخلتها؟ وين هاي؟ بالفوتوشوب؟ من وين جبتها؟ هكذا تعلمنا بالجامعة. هذا كذب، هذا أنت غير رجل أنت غير رجل طالب علم، غير تبحث عن دليل. ما هو الدليل على جواز الصلاة على الصحابة؟ ما صليت على الصحابة، قلت اللهم ارضى عن الصحابة. اللهم ارضى عن الصحابة، جيد. الحاق هذه الكلمة بالصلاة من وين دليلها؟ ما عندي دليل. ما عندك دليل؟ هكذا تعلمت، بدي ابحث عنه وممكن باتصال اخر اعطيك دليل. خلينا نبدأ بالرواية. طيب ابدأ بالرواية، تفضل. قبل مشان ما تفكر اني بدي اطعن بالروايه، عندي تعليق بسيط على السند. لا قبل ما نفوت بالمثل، لا 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 اذا تعليق إذا وليس طعن. إذا, تعليق. إذا, إذا, تعليق. اذا ما عندك طعن حتى التعليق مرفوض لو سمحت عشان ما تتعبني. لا 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 لا, لا. تعليق حتى الاخوان يفهموا منهج الامام النسائي بالنقل. طيب تفضل. ايه عندي تعليق حتى يفهموا اخواننا من المسائل بالنقل. انت الان تقول انه لا مشكلة لدي بالسند، صح؟ لا مشكلة لدي بالسند. والسند صحيح، صح؟ السند صحيح، ولكن عندي تعليق بسيط عليه. اذا ما يحتاج هذا التعليق، ادخل بالرواية، ما يحتاج لو سمحت تفضل. معلش بس حابب اوضح للاخوان. يا اخي السند صحيح عندك بالنقل، لأن الإمام النسائي كان جدا دقيق بتعليقه على جميع الروايات، لأن في فرق. الإمام النسائي كان يكتب الحديث صحيح وبين الحديث صحيح الإسناد، ففي فرق بين هذول الجملتين. هيك تعلمنا يعني نحن بمنهج الإمام النسائي، كان في فرق بين هذول الجملتين. طيب جيد، فبتلاقي بأحد رجال السند شيخ أمير رجل بيقولوا عنه انه رجل لين من السادسة، او لين الحديث من السادسة، اذا سمعنا بهذا المصطلح. اخي كريم، يمكن هو انا شلون اناقشك وانت تعتقد الحديث صحيح؟ يعني انت الان شنو تريد؟ لا انا ما عندي مشكلة بالسند، حتى بدي اناقشك بالمتن يعني، بس انه حبيت اوضح للاخوان انه فكرة
لما بيقولوا صحيح الاسناد يعني لازم يبحثوا برجال السند، في منهم بيكونوا لينين في فرق بين مقبول الحديث وبين والمجهول وغيره، الاسناد الحسن والاسناد القوي والاسناد الصحيح في فرق. طيب فالان الحديث سالم سبلان صحيح عندك؟ الامام الناقل اخي كريم، اخي كريم حديث سالم سبلان صحيح؟ مفيد بالمتن يا الله. دقيقة بس خليني طالع، خليني طالع من اليوتيوب. انا بذكر يعني نص الرواية لكن خليني طالع من اليوتيوب للبركة، من الجوجل، من الجوجل عفوا، انا اسف. يا الله عائشة سالم سبلان ممكن لحظة شيخ أمير. أنت معي؟ نعم أنا معك، أنا معك. قال وكان عن سبلان قال وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره، فأردتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ، فتمغمضت واستنثرت ثلاثا وغسلت وجهها ثلاثا ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم أمرت يدها بأذنيها ثم مرت على الخدين. قال سالم كنت أتيها مكاتبا ما تختفي مني فتجلس بين يدي وتتحدث معي حتى جئتها ذات يوم فقلت ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين. قالت وما ذاك؟ قلت أعتقني الله. قالت بارك الله لك، وأرخت الحجاب دوني فلم أرها بعد ذلك اليوم. فضل إشكالك شيخ أمين. طيب من سالم سبلان عبد لمن؟ سالم سبلان من التابعين عبد لمالك بن أوس بن الحدثان. مضبوط هالكلام. طيب. عبد لغير عائشة. لغير عائشة أحسنت. نعم. ما الدليل؟ من الذي أجاز لعائشة أن تكشف عن أعضائها بالوضوء له؟ نعم. دعني أتكلم حتى لا أسرع بالحديث وأخطئ. اتفضل. فتغضب مني بس أعطيني شوية مجال بعد إذنك حتى أقول لك أنا ماذا تعلمت وماذا سألت عن الحديث وبحثت عنه. جيد. فأنت راح تنقل علمائك اللي بدمج. أي. بالضبط راح أقول لك الحديث اللي سألت عنه وكيف تعلمت منه. أنا باحث بالنهاية طالب علم. يا هلا بك. يا الله. في آية بالقرآن تبعيت بس مضمون الآية يعني ما نذكرها بالضبط، ولا يدين زينتهن إلا لآبائهن وبعولتهن إلى آخره وما ملكت أيمانهن. طيب حلو، راح تقلي ملكت أيمانهن أي ما تملك المرأة من ملك يمين. جيد. أنا بقول لك لا، حتى العبد المستأجر فيك تعتبره عبد. ليش؟ خليني أوضح لك ليش. فيك تعتبره. دقيقة. من أين أتيت بهذا الكلام؟ راح أعطيك ليش. العبد المستأجر فيك تعتبره عبد مملوك. فيك تعتبره نوعا ما مثل العبد المملوك بجواز إنه تخلع حجابه قدامه. لأحكي لك شلون. تفضل. في فرق كتير كبير مشان ما تقول إذا استأجرت صاحب تاكسي وصار عبد عندك. في فرق بين العبد وصاحب التاكسي، صاحب التاكسي حر بالنهاية. لا طيب، هذا عبد مكاتب. نحن بالنهاية راح عبد مكاتب لمن؟ هلا هي أول فكرة، بس خليني أكمل، أنا ما كملت يا خاني زكاتك، أنت علق راحتك، راح أعطيك المجال كامل. تفضل. علق راحتك. العبد المكاتب، راح تقول لي من أين لك هذا الكلام إنه العبد المستأجر
يعتبر جواز مثل الجواز العب بده انه تخلع حجابه قدامه. رح اقول لك من عائشه، ما نحن منين بناخذ سنه النبي؟ من عائشه. هو كلام عائشه هو دليل على انه حكم العبد المستاجر، حكم العبد المستاجر ك حكم العبد النظامي. كلام عائشه هو سنه بالنهايه، ما راح تجيب كلام من كيسه، ممكن تنقل سنه النبي بدون ما تنقل حديث النبي بصريح عبارته. مثل ما نحن بنقبل الحديث، مثل ما نحن بنقبل حديث مثلا عن عروه بيروي مثلا عن النبي، وهو عروه ما كان بزمن النبي، اي واحد يعني مثلا ما كان بزمن النبي، ولكن بنقبل الحديث منه. بتنقل هاي حديث نحن ناخده كسنة كونها نعتبرها من ناخد منها الحديث هو السنة الصحيحة، حتى لو ما نعرفه بحديث قال رسول الله في هذا الحديث صلى الله عليه وآله. طيب أنا خلصت، بتحب تعلق شيخ أمين؟ اي طبعا ملخص كلامك انه هذه اجتهاد من عائشة بالمناسبة، بين قوسين ملخص كلامك هذا اجتهاد من عائشة. من قال لك أنه اجتهاد من عائشة؟ لأن ما قدم الدليل أنت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بقية الصحابة، أنت قدم الدليل عن عائشة. أولا أنت شنو قلت؟ قلت الدليل على أن الاستئجار من العبد معناه العبودية هو عائشة، يعني هي المتهمة نفسها. الآن أنت جاي تجيب لي رد من عندها، مو مشكلة أنا قابل. عائشة شنو هي؟ مشرعة؟ لا. نبية؟ لا. مرسلة؟ لا. طيب من أين جاءت بأن العبد المستأجر يجوز للمرأة أن تكشف عن أعضائها أمامه؟ الدليل عن عائشة. نعم. طيب هذا ما تفضلت به كلام في الوهم. لماذا في الوهم؟ لأن الذي يضري أولا كلام في الوهم لا يرقى إلى أي دليل من كتبك، بل يرقى إلى عائشة المتهمة، وعائشة ليست نبية وليست مشرعة، هذا أولا. ثانيا يضربه حديث صحيح في مسند أحمد عن النبي قال إذا كان لإحداكن عبد مكاتب فعليها أن تحتجب منه. هذا العبد المكاتب، العبد المكاتب لنفس المرأة عليه أن تحتجب منه. كيف سالم سبلان يقول كنت آتيها مكاتبا لا تختفي مني وهو مو عبد إلها أصلا؟ في مجال تعيد لي الحديث حتى أسأل عنه. ما ليش لأنه فتلت لي أفكاري. للبركة للحد. طيب الحديث في مسند أحمد قال إسناده صحيح تمام كثير. في مسند أحمد. أنا ببحث عنه. نعم في مسند أحمد. مسند أحمد إسناده صحيح. نعم. متن الحديث وعدتنا. متن الحديث. قال النبي إذا شلون عفوا أرد أتذكر أنا شو حاوله. إذا كان لإحداكن عبد مكاتب. الآن قرأته سبحان الله. إذا كان لإحداكن عبد مكاتب وعنده ما إذا كان لإحداكن عبد مكاتب فعليها أن تحتجب منه. حلو. روى. هذا الحديث. أنا أقف عاجزا. شكرا. أنت. أنا احترت بدي أبحث. ما عندي رد الكلام حكيته بصراحة. يعني أنا وقت اللي شوف حالي ما نتفق رد ما رح أرمي الكلام طراحات. طيب تحب تطلع الحديث الآن وياي بالجوجل؟ لا 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 أنا بدي أبحث عن الحديث، أبحث عن الرد ونتناقش. يا هلا. ما بدي مشان لأنه بخاف إني أغلط بالكلام. نعم. أنت ترفع الليفل علي مثل ما تعمل مع باقي العالم. لا لا إذا كان لإحداكن عبد مكاتب وعنده ما يعطي أو يوفي فعليها أن تحتجب منه. هذا العبد المكاتب لنفس المرأة. كيف إذا هو كان مو عبد مكاتب لعائشة لمالك بن أوس بن الحدثان، يعني يدخل على عائشة عبد غريب؟
شكرا لك. يا اهلا ومرحبا. يا غدا 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 برنامج مفتوح؟ اي نعم غدا نتصل، ما عندي مشكله. راح احاول ابحث، اذا ما لقيت البحث انا في عندي موضوع معين بيطرحه لي غدا. يا اهلا ومرحبا، هلا بك معزز مكرم. اذا ما كملت بحثي بيطرح عليك الحديث غدا. يا هلا بك، اهلا ومرحبا. الله يعطيك العافيه. السلام. يا اهلا وسهلا.